رح ننطلق ليا لملحمة درامية هلأ رح تنعرض قريبا يوم الأحد، يمكن ببلش عرضها على قناتي السورية وسوريا دراما. هي الملحمة عقد من أجل مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الإعلام، هو فكرة وزارة الإعلام ومن إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي من إخراج الكبير نجدة أنزور وللكاتب محمود عبد الكريم. ضم العمل نخبة من نجوم الدراما السورية، إضافة كان إلى وجوه شابة أيضا وشخصيات كانت على تماس مع بطولات الجيش العربي السوري. لنحكي عن تفاصيل المؤتمر أكثر رح نروح للمادة التالية ونرجع نحكي أكثر مع ضيفنا. عقد في مبنى وزارة الإعلام مؤتمر صحفي لتقديم الملحمة الدرامية لأنها بلادي. العمل هو فكرة وزارة الإعلام ومن إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي من إخراج نجدة أنزور وللكاتب محمود عبد الكريم. ضم عددا من نخبة نجوم الدراما السورية وبعض الوجوه الشابة وشخصيات كانت على تماس مع أبطالنا في الجيش العربي السوري. طيبها لأحبابك لوطنك لشعبك. هاي بلادنا خبزنا. العمل بشكل عام هو ملحمة درامية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، عمل يعمل على توثيق بطولات الجيش العربي السوري وفي الوقت نفسه يعمل على تعرية الإرهاب بكل تفاصيله وتضاريسه. أنتم تعلمون تماما أن المحور الدعمي للإرهاب عمل أيضا في الوقت نفسه على قلب المفاهيم، يعني جعل من الجندي العربي السوري الذي يقاتل لأجل سوريا وتراب سوريا أصبح هو الإرهابي، أما المرتزق القادم من أقاصي الغرب الذي جاء تحت عناوين مختلفة ومنها الجهاد والجهاد منه براء، هذا المرتزق الذي سفك الدماء ودمر البنى التحتية أصبح هو الإنساني. نحن في هذا العمل أو هذه الأنواع من الأعمال، أنتم تعلمون هناك فيلم أنت جريح وهناك فيلم لآخر العمر وأيضا مسلسل لأنها بلادي، هي أعمال تعمل على توثيق بطولات هذا الجيش العربي السوري، ونأمل إن شاء الله أن نكون على قدر المسؤولية، لأنه مهما قدمنا للجندي العربي السوري لن فيه جزء يسير من حقه. عمل صعب ما في شك، ومساحة الجغرافية اللي عم نشتغل فيها صعبة كتير، كانت عدد الشخصيات هائل، القصص متنوعة، فهي يعني كانت رحلة بكل معنى الكلمة، رحلة شاقة لكن كانت بنفس الوقت ممتعة، إنه نحن عم نقدم مادة لأول مرة بالدراما بتكون مادة حقيقية تستطيع أن يعني تحاكي ما حدث على أرض الواقع، مجرد محاكاة، يعني نحن لا يمكن ننقل الواقع مثل ما صار لأنه الواقع صعب جدا. سلط العمل الضوء على مشاهد كثيرة خلال الحرب على سوريا مع توثيق البطولات التي قدمها الجيش العربي السوري، إضافة إلى تفاصيل يومية عاشها أبناء سوريا في مواجهة ويلات الحرب ومجرياتها، مجسدا ملاحم البطولة التي خاضها جيشنا البطل مع أبناء هذا البلد الغالي. الممثل لما بينطلب منه أنه يقدم شخصية من خلال عمل درامي وطني أكيد يدعو للفخر، وأكيد من خلال هذا العمل بيقدر يتيحوا له فرصة ليقول شكراً للجيش العربي السوري على بطولاته وعلى تضحياته، فهذا الشيء أنا بتصور كتير فرصة جميلة وراقية أنه نظهر من خلال هذا العمل. أنا كمواطنة سورية عاصرت وعايشت هاي الحرب من وإلى، ورجعت هلأ جسدتها كتمثيل، فطلعت معي كل الوطنية اللي جواتي الحقيقية، وطلع معي كل هذا الحزن، وطلع معي شيء ما له على أي مكان بالتمثيل حتشوفه، طلع معي شيء حقيقي، لأنه أنت عم تحكي عن وطن، وأنا برجع بقولها كل ما بذكر كلمة وطن بتخيله قديه بظهره سكاكين ونازلين فيه وعم يحاول يوقف. لأنها بلادي الذي سيعرض ابتداء من يوم الأحد المقبل عبر قناتي السورية وسوريا دراما، يستحق أن يكون تاريخا مشرفا لبطولات أبطال قدموا الغالي في سبيل أن نبقى ويبقى الوطن. ترى أريد الطيارة اللي وقع، والله إن رجعتم بدون الطيارة لذبحكم.
يعني أكيد متشوقين نشوف الإبداع الدرامي وإبداع يمكن مراحل مرقت بحياتنا صحيح. وبطولات وملاحم مرقوا بحياتنا عشناهم. تحية لأبطالنا أبطال الجيش العربي السوري والرحمة لأرواح شهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا. أنتوا فخرنا ولولاكم أكيد نحن ما كنا عم نتنفس ولا ثانية. متابعين أكيد معنا ومتابعين معكم ومتابعين مع الدراما السورية يلي دائما بتوثق بطولات أبطال الجيش العربي السوري. ولحتى نروح ونحكي عن الملحمة البطولية أكثر وعن هالعمل الدرامي الضخم بصيرنا نرحب المنسق الإعلامي للعمل الأستاذ ملهم الصالح. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا. يسعد صباحكم. صباح الخير ليا. يسعد صباحك زميلنا ملهم. يعني نحن مبارح شهد مبنى وزارة الإعلام المؤتمر الصحفي حول الملحمة الدرامية لأنها بلادي. عنوان كان لأنها بلادي يمكن للعنوان خلينا نقول عنصر جاذب ووقفة. يعني كل كلمة يمكن بتحكي حكاية. ومبارح يمكن تم توضيح تفاصيل خلينا نقول كواليس العمل من خلال تشطيب تفاصيل يمكن عاش شعب سوريا وأشخاص كانوا على تماس مع بطولات الجيش العربي السوري. نحكي هيك بشكل عام هلأ بداية حول المؤتمر بعدين منفوت بالملحمة. الحقيقة بس بداية بدي صبح على مشاهدينا مشاهدين صباحنا غير والأخبارية السورية. وبدي شيد يعني بالحقيقة بجهودك سالي. مبارح نحن يمكن غادرنا المبنى بعد الساعة 10 ليلا. فإنه كيف لحق معك هذا التقرير بهي السرعة؟ أكيد واجب. ايه الحقيقة يعطيك العافية. يعني جهد واضح. اللي كنت بدي أقوله مبارح كنا على موعد مع مؤتمر دعت له وزارة الإعلام والمؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني اللي هنا الجهة المنتجة لإطلاق الملحمة الدرامية اللي سبق وحكى التقرير عنها. الحقيقة كان المؤتمر بيضم المخرج وأستاذ نجد أنزور وأيضا يعني الكاتب نتيجة الظروف الصحية ما قدر يكون معنا. وأيضا اللجنة التي واكبت يعني عملية خلينا نقول خلق النص وأيضا من خلق الفكرة ومتابعتها منهم الأستاذين هلا السوسو والناقد سعد القاسم. وايضا كان هناك يعني رتبه عسكريه بمرتبه العميد اللي هو من يمثل اداره السياسيه فالحقيقه كان. وايضا طبعا الاستاذ احمد ضوى معاون وزير الاعلام اللي حاولوا ان يتحدثوا عن صناعه هذه الحقيقه الملحمه ومن انطلاقا من الفكره وكيف تصدت لهذه الفكره وزاره الاعلام وكيف الحقيقه يعني كل هذه السيروره الى انه العمل اليوم اصبح بين يدينا وما هي الا يمكن ساعات قليله. يعني نحن الاحد ان شاء الله سينطلق عرض المسلسل كما تفضلتي سالي على الفضائيه السوريه وايضا سوريا دراما. الحقيقة مثل ما بتعرفي أنه دائما مؤتمراتنا الإعلامية فيها الكثير من الحميمية بتكون مناسبة لنلتقي بكثير زملاء ما عم نقدر نلتقي بنتيجة يعني الازدحام وأيضا لطرح الكثير من الاستفسارات. وهل هذا العمل فعلا هو يعني يحمل رؤانا يحمل يعني خلينا نقول آلامنا؟ هل فعلا هناك تسليط الضوء على الحقيقة هذه التداعيات لهذه الحرب؟ كل هذه الاستفسارات الحقيقة وضعت على الطاولة البارحة وكان في شفافية كبيرة. وأيضا كان من أهم النقاط التي يعني ركزنا عليها أنه هذا الهجوم المسبق الذي يعني يتعرض له العمل حتى قبل أن يعرض يعني أو قبل أن يعلن عنه. وحتى تخيلي ليا أنه يعني هناك جهات تعتقد بأنه هذا العمل اللي هو يعني لأنها بلادي هو العمل الثاني بعد عمل أقمار في ليل حارك. علما أنه للتوضيح هو العمل في بداياته كان المقترح العنوان المقترح أقمار في ليل حارك ولكن مع سيرورة العمل وإنتاجه تم تعديل العنوان ليكون أنسب وأكثر يعني الحقيقة ملامسة فكان لأنها بلادي. إذن يعني يتوقع مثل ما لمسنا مبارح أن هذا العمل سيثير الجدل بالتأكيد. يعني
سواء في الشارع السوري أو خارج الجغرافيا السورية. وهذا يعني هي مهمة أي عمل فني أعتقد، ولكن يعني تكمن أهمية هذا العمل في أنه يحاول أن يسلط يعني تداعيات الحرب على سوريا. نعم، عم نشوف يمكن لقطات ومشاركات واسعة من أهم النجوم السوريين اليوم. خلينا نحكي عن تفاصيل العمل، عن عدد الحلقات، خلينا نحكي كيف رح يتم الترويج له لحتى يمكن ينتقل إلى محطات، يعني مو بس على سوريا وسوريا دراما، على محطات تانية. هل في صورة هيك شيء ولا لا؟ يعني هو هذا الحقيقة هي نقطة كتير هامة جدا ليا، لأنه هكذا الأعمال عندما يعني تصدت لها وزارة الإعلام عن طريق المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيونية من السنة الماضية أو ما قبل، كان هناك سياسة إلى أنه أن نتصدى لأعمال ضخمة ودون النظر إلى ريعيتها، لأنه أنت بتعرفي أنه أنت عندك مهمة التوثيق وعندك مهمة يعني أن تترك شيء للذاكرة الجمعية، وليس الريع هنا هو المفصل أو هو المعيار الأساسي. وبالتالي الشركات الخاصة، وربما يعني نتفهم هذه النقطة، الحقيقة عندها ما بتفوت بهيك مغامرات، يعني بتعتقدي انه مثلا هذا العمل ان يكون مثلا سهل الترويج، او بعتقد انا عم لك انه كنت عم اقول على ملاحظة ومبارح اثرناها انه العمل يعني يتعرض للهجوم قبل ان يعرض حتى، فبالتالي تسويق هذه الأعمال الحقيقة صعب غاية من الصعوبة، ولكن في هناك محاولات، وأعتقد أنه الحقيقة الأصدقاء يعني على قلتهم، لكن بالتأكيد بهمهم أنهم يعرضوا هذا العمل. أيضا كان هناك تفكير إلى أنه كيف يمكن لهذا العمل أن يكون رسالة إلى الخارج، وبالتالي بإنتاج فيلم من العمل. يعني نحن العمل هلأ رح نشوفه يوم الأحد، هو عبارة عن مسلسل، ولكن لاحقا سيتم إنتاج فيلم يعني عن هذا العمل اللي هو يختصر هذا العمل، وساعة هذا الفيلم ممكن أنه يترجم ويدبلج وأن يكون يعني له فضاءات خارجية أكثر. لكن هذا العمل هو يستهدف بالتأكيد بالدرجة الأولى المتلقي السوري. أيضا نقطة أشرت إليها، عدد الحلقات 26 حلقة، ستكون الحلقة الأخيرة مثل ما حكيت سالم شوي الحقيقة، لأنه كان المؤتمر عم نتناول الكواليس كمان، ما بدنا نحرق الأحداث تمام، بس الحلقة الأخيرة الحقيقة بهذا العمل، لأنه الكل كان عم يشعر الحقيقة أنه دائما بالعمل الدرامي أنت بتحسي أنه البطل ربما يكون الأهم اللي بدك تفرجيه للمتلقي هو اللي أمام الكاميرا، لكن كان هناك شعور أنه الحقيقة كان هناك أحداث تجري بالكواليس، يعني بالميكينج أوف، بصناعة المسلسل، غاية بالأهمية، تمثل الشغف وتمثل الوطنية وتمثل الحقيقة الإيثار، وتمثل أنه قديش في عندهم رغبة، كان أسرة العمل متكاملة. أنا ما عم بحكي بس عن الممثلين، الحقيقة في أن يقدم هذا العمل بأعلى سوية ممكنة. فالحقيقة الحلقة الأخيرة ستكون عبارة عن ميكينج أوف، يعني بتحكي عن صناعة هذا العمل، تكشف بعض زوايا صناعة هذا العمل. نعم، يعني خلينا نحكي بتجرد شوي أستاذ ملهم، يمكن لا يهلأ بدي أقوله، لأنه نحن بوزارة الإعلام وفكرة وزارة الإعلام وهي مانا الفكرة الأولى، ولكن هي مجموعة أفكار نحن برغم الإمكانيات المحدودة قدرنا نعمل شيء حلو. يعني هي شيء حلو لازم نحن نفتخر فيه، وخاصة بما يلامس بطولات، فهي عملية خلينا نقول توثيقية لتاريخ، بيقولوا لنا ليش عم نعمل هدول الأعمال، ففينا نحن نجاوب أنه تستحق هذه البطولات أن تترخ وأن تسجل كملاحق وتوثق لأبنائنا، يعني 100%. فهون نحن أمام تفاصيل أيضا وظروف عمل يمكن حكى عنها الأستاذ الكبير نجدة أنزور ما كانت بالسهلة. تمام. خلينا احنا نفوت معك بهذه التفاصيل. هلا الحقيقة هذا النوع من الأعمال التي يعني يمكن أنا بطمئنان أن أقول أنها التجربة الأولى في سوريا التي يتصدى لها عمل درامي كامل لرصد بطولات الجيش العربي السوري. هناك أعمال حقيقة مشكورة كان فيها يعني التفاتة أو أحد محاورها يتحدث عن بطولات الجيش. أنا ما عم بحكي هلأ عن السينما، عم بحكي عن الدراما التلفزيونية. هذا العمل هو العمل الأول الذي يحاول أن يرصد تداعيات هذه الحرب، فبالتالي استثنائية هذا العمل
في أنه يعني أراد أن يغطي مختلف الأحداث في الجغرافيا السورية وعلى مدى 10 سنوات يعني طوال. كان هناك الحقيقة يعني برزت هناك الكثير من التحديات. أول نقطة يمكن أن نشير إليها هو التحدي كيف يمكن لك أن تجمعي بين الوثيقة وبين الدراما. يعني أنت هلأ هون عم توقعي بالصراع، ما فيك تقدمي الوثيقة بشكلها الجاف والجامد، والمتلقي اليوم هو بحاجة لشيء من التشويق، لشيء من الإثارة، لشيء يعني بدك الأسلوب الفني. فكيف يمكن أن تجمعي بين الوثيقة والدراما؟ هذه واحدة من أكبر التحديات التي واجهت الحقيقة يعني مرحلة ولادة النص أو يعني مخاض النص إلى أن وجد. أيضا في موضوع التصوير وموضوع التجسيد، أيضا يعني أعتقد من التحديات في هذا العمل أنه كيف يمكن لك، نعتبرنا هذا العمل قارورة، كيف يمكن لك أن تضعي يعني كل هذه الأصناف فيه، اللي هي من الخيانة إلى القتل إلى الدماء إلى ما هنالك، مع التضحية ومع البطولات ومع الحب ومع الإيثار، كل هذه القيم المتضاربة والعديدة كيف يمكن لك أن تضعيها في مزيج واحد؟ هذا الحقيقة من كمان التحديات الكبيرة اللي مثل ما قلت يعني واجه هذا العمل. كان هذا العمل الحقيقة أيضا يعني متطلباته يحتاج إلى الكثير من الاستثناءات الإدارية. أنت بتعرفي أنه طبعا نحن مؤسساتنا يحكمها نظام داخلي تماما، يحكمها يعني توجيهات معينة وأنظمة معينة في كل دائرة ولا يمكن تجاوزها بسهولة. ولكن هذا العمل يعني لأنه استثنائي كان هو بحاجة إلى كثير من الاستثناءات الإدارية، وهنا يعني لابد من الإشادة بجهود الحقيقة وديناميكية سواء الوزارة أو إدارة المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني. أيضا كما قلنا يعني أنت بدك تحكي عن جغرافيا متعددة، جغرافيا السورية بالكامل، عن قصص امتدادها 10 سنوات عديدة. طيب كيف يمكن لك أن توجدي القالب الفني المناسب الذي يتضمن هذا المحتوى الشاسع والتجربة السورية؟ فكان من هون منشير إلى نقطة إلى الحقيقة، وما بعتد أنه نكون عم نكشف يعني سر كبير، هذا العمل هو يعتبر أو يصنف من المنفصل المتصل. فكان القالب المنفصل المتصل أي أنه يحوي أكثر من قصة. يمكن هيدا النقطة يعني أثارت شوي جدل، ما هو العمل المتصل المنفصل؟ نعم يمكن. نعم. وليش سميناه هيك؟ يعني مبارح ليا صار في جدل حول هيدا النقطة. 100% 100%. مشان نوضح للمشاهدين الحقيقة هو العمل يعني يرصد أو يحاول أن يجاور تداعيات الواقع السوري أو واقع وقائع الحرب السورية الإرهابية على سوريا، وبالتالي كان يعتمد من خلال 6 قصص. هذه القصص لشخصيات سواء ضباط أو جنود أو مدنيين عاصروا هذه الحرب وعاشوا تفاصيلها وويلاتها. بالتالي تتكاتف وتتعاضد لتقدم هذا الحقيقة المنتج الدرامي. نعم. خلينا قبل ما نختم نحكي عن أهمية التسويق الإعلامي والإعلاني إلى العمل الدرامي. يمكن نحن كمحطات وطنية نحن أكيد عم نحكي وعم نحط البرومو، ولكن خلينا نحكي أيضا على السوشيال ميديا قديش مهم، وأيضا وجود أسماء كتير مهمين من الدراما السورية المشاركين بالعمل كمان قديش مهم لعملية التوثيق والتوثيق أيضا. الحقيقة يعني هي التجربة استثنائيتها ليا، بأنه الحقيقة في نخبة يعني كبيرة واسعة جدا من الفنانين السوريين بالدراما، وأيضا وجوه شابة كان هناك يعني منح هذا العمل أو هي هذه التجربة الفرص للعديد من الوجوه الشابة خريجين المعهد العالي للفنون المسرحية. بالتالي يعني الحقيقة عملية التسويق لهي العمل، نحن حكينا نوعية هذا العمل الحقيقة تسويقه صعب، ولكن يعني الرهان هو بيكون على المتلقي المحلي والقنوات المحلية. والحقيقة أنا بشوف أنه يعني الترويج اليوم من خلال البروميات، من خلال المؤتمر الصحفي، من خلال الحملة الإعلامية اللي الحقيقة عم تقوم فيها كل المنابر الإعلامية الوطنية الموجودة، الحقيقة كفيلة بأن يعني توصل للشارع السوري وبالتالي للعربي
أنه هذا العمل قادم. وأعتقد من المزايا الهامة جدا التي تخدم هذا العمل، طبعا كنا نحن تم يعني خلال رمضان ناقشنا موضوع السلة الدرامية. هلأ شوفي اللي هوني العكس تماما، أنت كل الأعمال أو أغلب الأعمال الدرامية التي أنتجت في عام 2021 كان حرص شركات الإنتاج على أن تبث في رمضان. الآن نحن خارج رمضان، بعتقد ما في مسلسل اليوم لم يتم مشاهدته إلا لأنها بلادي، وبالتالي هذا سيكون حافز جدا للمتلقي لأنه يتابعه، لأنه الأعمال كلها هي عرضت برمضان والآن هي متاحة. لكن العمل الوحيد اللي هلأ ما نعرض لهلا هو لأنها رمضان، فبالتالي خارج رمضان يعني من رمضان إلى رمضان هاي الفترة عم تكون إنتاج الأعمال اللي بتغطي هاي المرحلة الجديدة، الأعمال الجديدة كتير قليلة. واحد منها لأنها بلادي، والحقيقة هي النقطة بعتقد بتخدم هذا العمل. نعم. وأنا وبدي أحكي من نقطة كمان أيضا بتخدم الأعمال السورية وخاصة يمكن مثل هالملحمة، وهي المنصات. يعني عم نشوف بدول الخارج هلا عم يتبعوا ستايل المنصات بعيدا عن شاشة السينما او شاشة التلفزيون. اليوم المنصات لانه هي يعني موجودة ومتداولة بايد مين من كان، يمكن عبر الموبايل او الايباد. قديش مهم اليوم كمان نركز على تسويق او دخول عالمنا الدرامي بمنصات الكترونية. صح، مية بالمية. تم عرض هذا العمل. نعم. ولكن هناك متلقي لا ما بيقدر يشوف يتابع هذا العمل، واللي بيسكر هاي الفجوة أو بيرمم. نعم. هاي الفجوة هو المنصات الإلكترونية اللي أعتقد أنه المؤسسة العامة للإنتاج. نعم. الإذاعي والتلفزيوني أكيد اشتغلت على هالقصة. بدنا نشكرك يعني زميلنا ملهم، يمكن نحن كنا بتفاصيل العمل أكثر ليا. وبدنا نتشكر أيضا كل من ساهم في هذا العمل، ابتداء من رأس الهرم اللي هو وزارة الإعلام، وانتهاء بأي شخص حتى الفنيين. كل الشكر لألون، وأيضا شكر موصول للفنانين السوريين، للكاتب يلي كتب المسلسل، للمخرج الكبير نجد أنزور. ما بدنا نحن ننسى حدا، ولكن من رأس الهرم إلى أصغر فرد شارك في هذا العمل، شكرا كتير لألك. أهلا وسهلا.